السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم اليوم معايا في وصفة جديدة إن شاء الله. وصفة اليوم هو سمك البروزيني في الفرن. اللي غنحتاجه اليوم مع السمك تاعنا وهو الطماطم، الفلفل الأخضر وأحمر، زيتون بني وأخضر، كزبرة وبقدونس وثوم مفرومين معا، ليمون وزعتر. وبالنسبة للتوابل أنا غدا نشرحهم وأنا في نفس الوقت تنضيف فيهم. وخليكم يا بسم الله. نبدأ، نص معلقة من الجنجبيل، نص معلقة من الكركم، نص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا أو الفلفل الأحمر، قليل من الأدوبو، قليل من الفلفل الأحمر حار. نستعمل الضامة للتنسيم، فهي بتاعت الدجاج. لو كنتوا تتسألوا علاش أنا دايما نستعمل دجاج، فهي لذيذة وفي نفس الوقت ما عندهاش لون. كزبرة ومقدونس وتوم معا، قليل من عصير الليمون فقط، قليل فقط. والآن نخلط العناصر مع السمك، يعني هي وصفة سريعة وخفيفة ويعني بسرعة، يعني ما تحتاجيش يعني تصعبيها عليك، تقدري تحضريها بسرعة من غير من الفرن. نرص الطماطم في القاع، قليل من ثم الفلفل الأخضر، ثم الفلفل الأحمر، ثم نأتي بورق موسى ونحطه، نضعه في ال، ثم نأتي بالسمك. نوضع زيتونة للتزيين في الفم تاع السمك، نأتي بكل
سبقها من الله. طبعا الحال الخضار غدا تاخذ التوابل من السمك، احنا ما عندناش خضار كثيره يعني غير طماطم وفلفل. اوكي، والان ناتي بال دوائر الليمون والطماطم. والآن نأتي بالزيتون البني. ثم الزيتون الأخضر. هذا نوضعه في بطن السمك. يعني نحاول نوضع الزعتر في بطن السمك. يعني كان علي أنا نوضعه من قبل الطماطم واللمن، ولكن لا بأس أن توضعها كذلك للتزيين وللمذاق. وبعد ذلك زيت الزيتون من فوق السمك. وهذا هو السمك تاعنا بعد ما حضرناه، ما بقى لنا الا نوضعه في الفرن. قبل ما نوضعه في الفرن كنحط عليه ورق الزبده للفرن، ثم ورق ثاني. والآن نوضعه في الفرن، وبعد ما نحس به انه قرب يطيب نشيلوا عليه الغطاء ونخليه قليل يعني يتبخر. وهذا هو السمك تاعنا بعد ما وجد، ريحة شهية ومذاق طيب. تنتمنى ان يعجبكم ويلد على خاطركم، ونكون انا خفيفة على قلبكم، ونتلقاو مرة اخرى ان شاء الله في وصفة جديدة. والسلام عليكم.